أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يمثله مطار حمد الدولي من معلم هام ومتميز ومرفق حيوي له دوره في تعزيز موقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حركة السفر والسياحة وما يرتبط بهما من دعم القطاع اللوجستي في هذه المنطقة الهامة من العالم، مضيفا سمو أن مطار حمد الدولي عزز من مكانة دولة قطر الشقيقة في تنامي الحركة الجوية بين دول مجلس التعاون والعالم. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله إلى مطار حمد الدولي يرافق سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة الثاني نائب الأمير بدولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الوفد المرافق لسموه.